علشان نقدر نخطط صح، وعين هم اضرب استهلاكاتهم بالفرق. يعني نشوف الارقام المظبوطه ايه والاستهلاكات ايه بالظبط، وانتوا ايه الارقام اللي لما بتدفع بتبقى المحافظه مستقره. هو ده اللي يهمنا، المهم عندنا ان احنا يبقى عندنا المحافظه مستقره، والمبدا اللي احنا اتفقنا عليه من اول ما ابتدينا الرحله بتاعتنا دي ان احنا نكون رصيد كامل للمحافظه كلها، ده مطلوب. وبالنسبه لتوصيل الغاز فيصل بيه قول لنا برضو المواقف بالنسبه للتوصيل. هو سيادتك شكل المهندسات في مصر الغاز دلوقتي في مدينه المنيا 78200 عميل. خطه جمال ان احنا بنكمل حوالي 6000 يوصل لغايه حوالي 85000 ان شاء الله في مدينه المنيا. في جميع مراكز المنيا هنخطط 105000 على مدار الثلاث سنوات القادمه. 105000 على مدار الثلاث سنوات. الثلاث سنوات منهم حوالي 20 او 25000 في ثلاث سنوات. حاضر. عندنا ثلاث محطات، محطه تابعه للمحافظه ومحطتين قطاع خاص. ممكن امكانياتهم للتعبئه اكبر بكثير من الكميه اللي بتمتلك. يعني احنا لو اخذنا 5 طن يومي اوفر على الكميه اللي بتيجي هنرحم بقى عمليه النقل من اسيوط كانبيب كأنبيب. وفي نفس الوقت يبقى شغلنا الناس اللي عندنا، في نفس الوقت شغلنا المصانع بتاعتنا.